جيناكم اليوم كفر جديد حق ابل ايربودز. بس ميزه الكفر هذا اول شيء طبعا انه هو محكم الاغلاق، لا طاح منك الابل ايربودز ولا شيء، فاذا تحمي ابل الايربودز اذا طاحت منك بالغلط من ارتفاع متر ونص، متر ونص تقريبا كذي هذا الارتفاع، اذا طاحت منك باذن الله ما راح يصير فيها شيء. وهني تقدر تعلقها مع اي ميداليه، مو شرط هذه، هذه تي داخل علبه تقدر تستخدمها مع الجنطه او على الجينز تمام. واذا تبي تسكر الابل ايربودز تجي تتسكر. شكلها ما شاء الله وايد حلو ومريح للاستخدام، في منها اللون الازرق، اللون الجراي، الشفاف، جلو ان ذا دارك. شنو يعني جلو ان ذا دارك؟ جلو ان ذا دارك معناته اذا خليتها مثلا باي اضاءه بس كذي فتره بسيطه، فبعد ما توجهها للاضاءه لما تروح عند مكان ظلمه راح تشب معك. طبعا كثر ما توجهها للاضاءه لفتره اطول راح تظل اكثر واضاءه اقوى. فاذا هذا كان لون اللي اسمه جلو ان ذا دارك، وهذا فرقه عن الابيض الشفاف وهذا الرمادي وهذا الازرق. بعد في ميزه وايد حلوه لهذا الكفر خصوصا لفتره الصيف، الكفر هذا ضد الماي، لان طريقه تصميم الكفر انه يحمي الابل ايربودز من الماي. شلون طريقته؟ لاحظ شلون هني داخل صاير مثل السترابس هذه تمنع دخول الماي. لاحظ شلون هني الحزوز هذه، طبعا بعد ما يتسكر ما راح يدخل الماي. خوريكم الحين صار بالابل ايربود مالتنا، فنتأكد ان الابل ايربود سليمة وما فيها اي شيء. لا 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 بس بطل هذا بس. وهذه هي الابل ايربود سليمة وما فيها ولا قطرة ماي. زين، احب نذكركم شغلة وايد مهمة مرة ثانية، اذا طاحت منك بالغلط لا تودونها بالماي، لا تسوون التجارب هذه. احنا نوريكم ان هي، فاذا احنا نوريك ان هي ضد الماي ما يخالف، بس انت تجرب. لا، اذا طاحت منك بالغلط ما يخالف، راح تكون باذن الله محميه، لان الابل ايربود اصلا ما فيها كاميرا تصور تحت الماي ولا لها حاجه ان تكون تحت الماي، بس حق الناس اللي يحتاجونها حق البحر مثلا طراريد او السنو او غيره ممتاز. وإذا تبي تشحنها من تحت هني في مثل ربل شي تبطله وتقدر تشحن الأبل إيربودز من غير ما تشيلها من الكفر.